طلبة بالحرية وتغيير تعاني من أوضاع إنسانية سيئة. ففي درعا المحطة ودرعا البلد فقدت أكثر من 600 أسرة معيليها الذين قتلتهم أو اعتقلتهم قوات النظام. هنا درعا أولى المحافظات السورية التي تعرض أبناؤها للحملات الأمنية المستمرة، وسقطوا بين قتيل وجريح بعد أن خرجوا يطالبون بالحرية. في درعا البلد التقينا بأم محمود التي تتساءل عن سبب فقد زوجها. يعني واحد متصاوب دمه ملات الساحة، شو بدنا نعمل له؟ ما فيش مشافي، عصابات الأسد استولوا على المشافي، ما فيش دكاترة، ما فيش إشي نسعفه، مات بين إيدينا. وإصابته كانت بصدره وبخاصريته، ضربوه بقناص. أم محمود تتحدث إلينا عن صعوبة توفير الغذاء لعائلتها بعد غياب المعيل. أبوي مريض ما بيقدرش لا يروح ولا يجي، أخوتي مسافرين، سلافي معتقلين، مين بصرف علينا إحنا؟ والله أيام ما بنتعشى، والله العظيم ولا بفطرين، والله يوم كامل بيضل بلا أكل وبلا شرب. في درعا المحطة فقدت نحو 100 عائلة معيلها. ففي منزل أبي رامز بدرعا المحطة الذي قتلته الآلة العسكرية للجيش النظامي شهدنا معاناة عائلته. استشهد المرحوم هو طالع من البيت راح يجيب ربطة خبز، أصيب بطرق قناصة. أول يوم من الحصار. عائلة أبو محمد في درعا المحطة أيضا فقدت رب الأسرة أمام أعينها. تتساءل أم محمد عن غياب الدعم الدولي لسوريا. لما بنتكل على دول العالم العربي ولا الإسلامي ولا الدول الأجنبية ولا تركيا ولا أمريكا، ما بنتكل على رب العالمين، هو الوحيد اللي معنا. للجزيرة محمد الحوراني درعا المحطة.